قلم من الفنانة ديانا حداد. مساء الخير. يا أهلا وسهلا، يسلم مساكم. يا مرحبتين. ومساء الفنان الكبير شي ماجد وكل الناس عم يسمعونا بدولتي الثانية قطر وين ما كان، كمان يسلم مساكم. يا مرحبتين. ديانا ماجد كيفك؟ الله يحفظك يا ام صوفي ويخليك. الله يطول بعمرك يا تقبضني. انا سبع وقلت لك الحمد لله على السلامه، وبرجع بكرر وبزيد بقول لك نورت. برجع مو غريب عليك يا ام صوفي، والله كنت قلقه والتليفوناتك ما وقفت على فايق. لا يا خيي، لا هذا قال الوالد يا ماجد معزتك والله. الله الله يعلم، ما بدي اقاطعك انا، الله يعلم بمعزتك واحترامك. وقد ما تغيب يمكن غبت ظروف، يعني الله لا يعيد عليك الا بالخير ان شاء الله. غبت بس مكانك موجود، والله اعلم يعني قديش نحن بنحبك وبنحترم فنك يا ماجد. الله يعلم. الله يحفظك ويخلي لك ابو صوفي وصوفي. نعم. الفنانة ديانا حداد، يعني سمعنا ان هناك تصريح معين صرحت فيه الفنانة ديانا حداد، يا ريت اني انا اسمع مرة ثانية على الهواء بصوتك انت. يعني اللي هو تصريح بخصوص شو؟ نحن عندنا كل يوم تصريحات ما شاء الله الفنانين الله يزيدهم. يعني بخصوص جائزة ميوزك اوارد؟ لا والله ما كان تصريح. انا سالوني احدى المجلات بلبنان، قلت لهم انا يعني بشكل عام ماني متابعه كثير للميوزك اوارد، يعني بالنتائج طبعا الاغلبيه، بس قلت لهم انه في ناس بيستحقوا احيانا بجداره انه هل اوردز هذول، وفي منهم انه يمكن تحسب على اعمالهم السابقه. هذا اللي ذكرته، بعتقد انه ما بعتقد في شيء غلط. يعني سالوني عن احدى الفنانات، قلت لهم تستحق بجداره عن اعمالها السابقه. وفي فنانات انه يمكن اعمالهم هالسنه كانت شوي يعني قليله بالنسبه لمقارنه بغيرها، كان يعني غيرها بيستحقهم. بس بالنهايه عرفت ما صح الا صحيح، والله يوفقهم جميعا. يعني عرفت. وذكرتي ان ماجد المهندس هو الاحق. انا قلت ماجد طبعا من ضمن الاصوات اللي بتستحق، لانه فعلا فعلا انا ما بعرف جامل، يعني يمكن هذا الشيء الناس متعودين عليه فيه. انه طبعا جائزة ميوزك اوارد جميلة جدا للفنانة ديانا حداد. جائزة ميوزك اوارد اخذتها نانسي عجرم. ايه طيب بالفعل عرفتها السنة. بس انا كده بحكي حتى عن اصوات كمان بتستحق، مش بس كأصوات، كأعمال ثبتت وجودها بجدارة خلال السنة. طبعا هيدا بيعتمد على مبيعات الألبوم، على قديش أصداءه الإيجابية عند الناس، عند المستمع، عند المشاهد. فماجد بكل تواضع وبكل جدارة بيستحق أنه كمان يحصل على هالجائزة بدون أي مجاملة. أنا بقول لك يا ماجد بوجهك والله شهادة اعتز بها من جهاز ديانا. لا يا قلبي لا تستيها، الكل خير والله. وفنانة أكثر من رائعة، شهادة وسام على صدري والله. الله كبير يا ماجد. تستحقي أكثر مني والله يا أم صوفي. لا يا تقبلني لا. عشان تعزمون عليها اعطوني اياها انا بس. تستاهل ليش لا؟ الله يطول بعمرك. ماجد المهندس فعلا يستحق. ماجد المهندس اعتقد انه حصل على جائزه اكبر من هذه الجوائز اللي يحصل. هي محبه الناس هي الاساس. ماجد المهندس انا ما بدي اطول عليكم، بدي اقاطعك. نحن يمكن حصلنا على عده جوائز من خلال سنوات عطائنا المتواضع خلينا نقول، بس اهم شيء صدقني محبه الناس، لانه هي اللي بتدوم كل شيء بروح. هيدي كلها مجرد ذكرى بتتذكر بفتره من حياتك، يمكن تكريم معين، بس اهم شيء محبه الناس هي اللي تعليك وهي اللي تخليك بمطرحك. الله يوفقكم وكل التوفيق. الفنانة ديانا حداد شكرا جزيلا لك، وايضا من خلال برنامج سهره خاصه انا وجه لك الدعوه ان انت تكوني ضيفه في برنامج سهره خاصه. في تقبلني لي الشرف الكبير ان شاء الله. ان شاء الله بنرتب لهالموضوع هذا باذن الله. شكرا للفنانة ديانا حداد. تسلمين. جميل، تستحق. هي فعلا تستحق، كانت تستحق. يعني تستحق. الله يسلمك. ندخل احنا في المجاملات؟ لا لا والله مو، بس يعني ما حد يقدر ينكر نجاحات ديانا. يعني صحيح، يعني اغانيها اليوم عايشه. ما حد ينكر نجاحات ماجد. يعني بعدني شوي. طيب استاذنك، ايضا عندنا مداخله من الصحفي.